هل العادة السرية تسبب تلعثم الكلام؟ يشير الأطباء النفسيون إلى أن العادة السرية يمكن أن تكون سبباً للإصابة بمرض تلعثم الكلام، والسبب في ذلك هو أن من يقوم بهذا الفعل يشعر دائماً بالندم والتوتر والقلق، إلى جانب أنه يفقد ثقته بنفسه خاصة عند تكرار ذلك الأمر، وبالتالي يمكن أن تتسبب مشاعر التوتر والخوف في إصابة الشخص بالتلعثم في الكلام، خاصة عند قيامه بذلك الفعل لفترة طويلة.